ولكن معانا دلوقتي مداخلة مهمة جدا لكابتن بدر رجب، أحد الذين أشرفوا على كهربا منذ الصغر، واللي هيحكي لنا كلام محدش هيبقى حاسه في اللحظة دي قده. نكلم كابتن بدر رجب ونشوف هيقول لنا إيه عن كهربا. كابتن بدر رجب، كابتن بدر، السلام عليكم. ازاي حضرتك يا كابتن؟ سعداء بوجودك معانا وسعداء بانضمام كهربا اللي حضرتك كنت بتشرف عليه، حكيت لنا قبل كده وتابعنا كواليس كتيره جدا لحضرتك مع كهربا، اتكلمت عنها، حابين نسمع منك حاسس بايه النهارده وتنصح كهربا بايه وتقول لجمهور النادي الاهلي ايه عن كهربا يا كابتن بدر. مبدئيا انا برحب بيك يا محمد وبرحب احمد، ربنا يخليك يا كابتن، وسعيد جدا بوجود حضرتك. طيب يا كابتن، وحضرتك بالصحه والسلامه يا كابتن، اللي اتربيت فيه واللي عمل اسم بدر رجب وعمل اسامي نجوم مصر كلها النادي الاهلي طبعا، فانا سعيد بوجودي معاكم. احنا سعداء. الله يخليك يا حبيبي. بالنسبه لكهربا، ده احد الطيور المهاجره، احد ابناء اللي بعتز بيهم جدا، ويمكن انا اول واحد اكتشفت كهربا قطاع الناشئين في النادي الاهلي، واتمرن معايا 5 سنين، وكان احد الهدافين هو وتريزيجيه في جميع المسابقات اللي اشتركوا فيها، سواء في دوري الصيد او دوري سبورتنج او منطقه القاهره. انت بتتكلم على قيمه كبيره جدا، ولاعيب ليه تقل كبير جدا في كره القدم، وانا بكلمك وانا مدرب دلوقتي مش لاعب. كهربا اضافه كبيره لاي فرقه، ما بالك لما يكون احد الطيور المهاجره ترجع لبيتها تاني. اعتقد ان كهربا هيبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، وهو هيحاول يضيف لنفسه تاريخ يسطره من جديد في النادي الاهلي، لان كهربا من اللعيبه المميزين جدا، امتلك قدرات فنيه ومهاريه عاليه جدا جدا جدا، عنده سرعات بالكوره وعنده سرعات من غير كوره، بيجيب القدمين اليمين والشمال، بيلعب بدماغه كويس قوي، ولد عنده روح عاليه جدا. واللي الناس ما تعرفوش عن كهربا ان احنا جبنا كهربا وكنا عملنا كان عندنا لعيبه في السن اكبر منه، فقلنا نعمل فرقه صغيره، فقلنا كل واحد ليه اخ يجيبه، كان ليه اخ اسمه فتحي باك رايت، فتحي عبد المنعم كان لعيب كويس جدا برضه، وجاب كهربا وهو عنده 9 سنين، ومن اول لمسه للكوره سجلت كهربا في النادي الاهلي. فانا احد السعداء جدا جدا، اكثر واحد في مصر سعيد بوجود كهربا في النادي الاهلي، بيته ومطرحه اللي اتربى فيه، ونرجع له تاني من جديد. كابتن بدر، حضرتك مشهور عنك ان انت اللي اطلقت مسميات الشهره على لعيبه كتير زي نيدفيد زي تريزيجيه، برضو اسم كهربا كان جاي لك بيه ولا حضرتك برضو اللي اطلقت عليه كهربا؟ لا، انا اطلقت على اسماء كتير جدا من ضمنهم كهربا، لان كهربا الاسم مش الاسم غريب شويه، لان كهربا في اي حته يبقى موجود فيها بيكهرب اي حد، بمعنى ان كهربا هو معاه الكوره بيعمل غير المتوقع، لان كهربا امكانياته عاليه جدا، فمحدش يدرك او يفكر او يعي كهربا هيعمل ايه في الملعب، عنده حاجات كتير جدا بيطلعها في اوقات معينه كده، تلاقيه بيعمل حاجات غير متوقعه للخصم وغير متوقعه لاي حد، فعشان كده اطلقت عليه اسم كهربا، لان كان كهربا كمان هو صغير شقي جدا، كان شقي جدا جدا، لكن ولد مؤدب ومحترم وصافي النيه من جوه قوي، عشان كده ربنا كرمه في كل الاماكن اللي لعب فيها، ولكن كل الاماكن اللي لعب فيها في مهم، والنادي الاهلي يكون تاني، لان هو جاي واتربى وهو صغير في الناشئين في النادي الاهلي، انا مرنته 5 سنين، وزي ما قلت كان من اللعيبه المميزه جدا، وكنت بقول ان هيلعب درجه اولى وهيلعب منتخبات، وفعلا عمل كده واحترف بره كمان، لكن كهربا هيسطر تاريخ جديد لنفسه باذن الله يا كابتن ان شاء الله، وهو جاي عشان يسال جماهير النادي الاهلي، وانا فرحان جدا إن هيتعامل مع جماهير النادي الاهلي، لان جماهير النادي الاهلي بتقدر قيمه اللاعب اللي بيديها، ان شاء الله كهربا يدينا ويبقى حاجه كويسه جدا في الكوره في مصر، ويعيد اكتشاف نفسه من جديد، لان كهربا لعيب كبير ولعيب مميز، واعتقد انها صفقه رابحه جدا للنادي الاهلي ان شاء الله، واعتقد انها هتكون من احد العلامات البارزه والصفقات الجيده اللي برمها النادي الاهلي في الفتره الاخيره. ان شاء الله يا كابتن، سعداء جدا بمداخله حضرتك، وان شاء الله نتمنى لكهربا التوفيق، وبرضه نتمنى لحضرتك التوفيق في عملك في الخارج. كانت مداخله مهمه جدا مع كابتن بدر رجب، مشهور طبعا عنه فكره الجيل الصغير ده والمسميات، دور كبير معاهم وفي اكتشافهم و